مرحبا بكم مشاهدينا، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نكتشفوا بلادنا. فرصة باش نسافروا في المغرب ونعرفوا عراقة التراث المغربي طبعا والتاريخ ديالنا وجمال المدن المغربية وحتى المناطق الريفية طبعا والطبيعية اللي عندنا. دائما مع ابتسام كتيبي. مساء الخير. مساء الخير سميد، مرحبا بالجمهور اللي حاضر معنا في وسط البلاطو، مرحبا بمشاهدي القناة الثانية في حلقة جديدة من نكتشفوا بلادنا، حلقة غادي نستمتعوا فيها ونكتشفوا فيها مناطق كثيرة في المغرب ونتعرفوا على مؤهلاتها السياحية مع ضيوفنا. وهذه الحلقة خاصة سميد، حلقة خاصة بالأزواج، ونستقبلوا أول كوبل معنا، زهير زائر وغيتا البزولي. زهير زائر وغيتا البزولي، صلاة السلام على رسول الله. مبارك سعود، الله يكبر عليك. غيتا زهير صافا، مرحبا بكم. اي اي لا غالونتري، لا غالونتري ديال زهير زائر. ميرسي ميرسي، مرحبا بكم. ايوا الغالونتري ديالها معنا دوز مورانا. سير تفضل عندك تما عندك. الكوب الثاني اللي معنا انت اللي غتنصيه؟ معنا اللي غنقول؟ اييه. سيموس دراتي فاطمة الزهراء الكبيري، مرحبا بكم. مرحبا. مبارك سعود، اهلا. الله يكبر بالخير. اهلا اهلا اهلا. هوب هوب هوب، ما كاينش كانوطري. تبارك الله عليك. ثلاثة ديال لي كوبل معنا، آخر كوبل غادي نستقبلوا أسامة رمزي وأميرة مرتضاي. مرحبا بكم. مبارك سعود، مرحبا. الله يكمل بخير. مرحبا. اهلا اميره. اهلا اسامه، مرحبا بكم. اتوصل الطبيب انت؟ يلا تفضل اسيدي. اسيدي عادي، عاودوا عاودوا دخلوا عاودوا. هكذا كيتخلقوا المشاكل، هكذا هكذا. فين دوز مورانا هكاك؟ سير سيمو عاود سير. مرتاحين؟ سير وصل سيمو صافي. اش فاطمه الزهراء يوصلك؟ اش يعاود يوصلك؟ تاكسي دوز سير. سيموس دراتي فاطمة الزهراء الكبيري، وصل الأمانة، وصل الأمانة. تفضل شوية. الله يكمل بالخير. تبارك الله. برافو. صافي سيمو فهم كل شيء، فهم الدرس. مرتاحين؟ موجودين؟ موجودين. نبداو سميد؟ فرقناهم يلا باش يلعبوا. يلا نبداو. منظر يشرح القلب. تبارك الله عليكم. هذا الشيء ولنا الصداع. واش عرفتوا علاش فرقناكم؟ لا، باغيين لينا الخير غالبا. غادي تلعبوا ضد الزوجات ديالكم. الزوجات ديالكم والزوجات غادي يلعبوا ضدكم باش نعرفوا شكون اللي غادي يتفوق في اخر الحلقه. موجودين؟ حنا طبعا. انتوما قلتوا لنا موجودين. انتوما موجودين؟ موجودين. موجودين تخليهم يربحوا. موجودين. مبروك عليكم من دابا. زعما حتى واحد ما غادي يبغي يجبد صداع. زهير زائر مرحبا بك. غيتا الكزولي فرحتونا بوجودكم. الله يخطيك ابتسام، وهذا الدار دارنا وكي كنقولوا. شكرا بزاف على الاستضافه، ونتمنى ان شاء الله انه مراتي يربحوا. لا هي ما يمكنش واحد منكم اللي غادي يربح. صافي لا ما يمكنش، ولكن المستحيل ليس مغربيا. واش فهمتيني؟ علاش لا؟ غيتا فرحانين بوجودك معنا، مرحبا بك. الله يكبر بك ابتسام. شكرا ليك. شكرا سميد، فرحانه بزاف انني معكم اليوم، وان شاء الله دوز حلقه زوينه، واللي ربح ماشي مشكل، ولكن حنا اللي غنربحوا باذن الله. باذن الله ان شاء الله. سيموس دراتي مرحبا بك. الله يبارك فيك. شكرا كوزين العزاب. لاباس غادي تتزوج عاد دير كوزين تعزاب. انا علاش كتفكرنا في هذا الشيء دابا؟ صافا بخير. شكرا بزاف على الاستضافه، وكي قال زهير هذه راه الدار دارنا ان شاء الله. مرحبا بك، وكنتمنى لكم ان شاء الله التوفيق كفريق، ولكن المنافسه غتكون عندكم شديده. لاله فاطمه الزهراء مرحبا بك. بارك الله فيك. انت الدار دارك. الله يحفظك. ميرسي بوكو. شنو كتوقعي في المسابقه؟ شكون اللي يقدر يربح؟ وهو الصراحة حنا اللي غادي نربحوا. متأكدين؟ هو راه الصراحة عندها الحق. صراحة راحة. لا وشوف، ما غادي تقدروا تخسروا اليوم، هذه باينة، ولكن أنا متأكدة أميرة وفاطمة الزهراء وغيتا مساريين بزاف في المغرب وعارفين اللي كاين. أميرة مرحبا بك أولا. شكرا بزاف. فرحانين بوجودك معنا. أنتي وأسامة مرحبا بكم بجوج. شكرا شكرا شكرا. فين مشيتوا تساريتوا أول مرة من بعد الزواج؟ مضيق. مضيق. شي شكون اللي مساري المغرب؟ المضيق. قولي غير المضيق. قولي قولي ياك صافي. المضيق. واش بكم حال تما مزيان؟ المغرب كله زوين، ولكن المضيق زوينه بزاف، واحد البحر صراحه. يا سلام. وسميد واحد القضيه، شي واخا نخسروا واخا نخسروا، حنا ديجا رابحين زوجات ولا باقي الزوج. اي 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 بدا كيسجل في الوقت دابا. زهير ما عندي ما يتسالك. اميره
غتهضري معنا شي شويه اليوم؟ شويه نحاول. غتحاولي واخا. المضيق كانت اول زياره، ولكن شنو اكثر بلاصه كترتاحي فيها في المغرب؟ صراحه المغرب كامل زوين حيت متنوع، عنده بغيتي الثلج والبرد كطلع الفوق، بغيتي شويه الصحراء وداكشي كطلع لتحت، دونك صعيب تختار، مي نقول لتحت ديال الجنوب. الجنوب اوكي. وهي الوحيده في المغرب اللي كتطلع الفوق كتطلع لتحت. لا هي ديما طالعه. هي طالعه واكله، واكله. من طبيعه الحال فرقناكم باش تلعبوا ضد بعضياتكم، ولكن الهدف من البرنامج هو اننا نستمتعوا كاملين، ندوزوا وقيته زوينه ونكتشفوا حويجات اللي ما كنعرفوهاش وقيله، ولا نقدروا نكونوا عارفينها ونسترجعوها مع بعضياتنا من خلال الصور الاصوات وحتى المعلومات اللي غادي نتقاسموا معكم. المرحله الاولى ديال المسابقه خمسه ديال الاسئله، انتم كفريق غادي تعاونوا مع بعضياتكم باش تعطيونا الجواب الصحيح من بين ربعه الاختيارات اللي كنعطيوكم في كل مره في ظرف 20 ثانيه. الى سال الكرونو ما بقاتش الإجابة. موجودين؟ يلا يلا نكتشفوا بلادنا. نكتشفوا بلادنا والفقرة الأولى. صامد تفضل. يلا نبداو الفقرة الأولى مع السؤال الأول. في صور شاطئ راس الماء، واحد من الشواطئ الجميلة في إقليم الناظور. الشاطئ اللي يمكن نشوفه منه ثلاثة ديال الجزر في البحر الأبيض المتوسط. علاش كضحك؟ شاطئ راس الماء، شي حاجة كضحك في شاطئ راس الماء؟ وجاوب صحيح، جاوب أنت وهذوك اللي حداك. فكروا مزيان. لا فكروا مزيان وعطيونا الجواب مره واحده. من طبيعه مره واحده الجواب ما غيكونش عندكم فرصه الاختيار، وكنظن انه الوقت سالا. سميت الوقت سالا. شوفوا هما بكل هدوء، انتم باقيين حيرين. نشوفوا الاجوبه ديالكم. لا حنا عارفين والجوابان صحيحان بالنسبه للفريقين. الجواب هو جزر جعفريه. برافو عليكم. الجزر الجعفريه برافو عليكم. شكون فايت له مشى لراس الماء؟ انا ديجا مشيت لراس الماء. مشيتي لراس الماء؟ شنو اكثر حاجه عقلتي عليها؟ الجزر. طبيعه الحال عقلت على سميه الجزر، وتا البحر عنده واحد الهويه ديالو، مختلف بزاف على الشواطئ المغرب الاخرين. صح. وكبير. هذه نقطه مهمه. صح. فيه كيمتد على ازيد من 7 كيلومتر. تمام. صالح للاصطياف والتخييم، هو جا ما بين الناظور والسعيديه. كاين من طبيعه الحال المرسى فين الواحد يقدر ياكل ويتمتع بالحوت، وممكن ديروا ديزاكتيفيتي كثيره، من بينها ومن اشهرها نقدروا نقولوا اليوم هي لا فلونجي سومارين، وكاينين غواصين مختصين ومرشدين اللي يقدروا يعاونوكم في هذه الاكتيفيتي. شكرا لك ابتسام. مشيتي بوحدك راس الماء ولا مشات معك فاطمه الزهراء؟ لا مشيت حال هذه، باقي ما تنعرفش فاطمه الزهراء. ما مشيتيش معها. صافي المره الجايه ان شاء الله نمشيو ضروري. يلا غنمشيو دابا مباشره للسؤال الثاني. في الصور كنشاهدوا المدرسه اليعقوبيه بفاس، واللي تعرفت باسم ثاني ارتبط بوحده من ساحات مدينه فاس العتيقه. ما اسم هذه الساحه؟ ساحه النجارين ولا الصفارين ولا العطارين ولا باب القيسه؟ يلا كينطلق العداد، عندكم 20 ثانيه. السؤال متعلق بفاس المدينه العتيقه وبالمدرسه اليعقوبيه، والدراري تبارك الله كلهم قاريين يعرفوا الجواب في هذه 20 ثانيه. من طبيعه الحال المدينه العتيقه فاس معروفه بالساحات ديالها، فين كاين يعني كل ساحه معروفه بواحد النوع ديال الحرف التقليديه والصناعه التقليديه، واللي عطات الاسم لكل ساحه في هذه الساحات. ونشوفوا الان الاجوبه ديال المشاركين. ايوا جواب صحيح، وراه كاين جواب صحيح وجواب غلط عند اميره وفاطم زهره وغيتا. جواب صحيح كان عند الفريق الاول، لان الساحه هي ساحه سفارين. فعلا الجواب راه كاين في الصور. والفريق الثاني قالوا باب القيسه. شكون مول الفكره؟ لو كيفاش باع علينا؟ قلنا انا عارف. ياك المرضي. وانا انا ديجا سكنت في فاس عام، ولكن ما عارفش هاد الساحه شنو سميتها. مشى على باب القيسه وفرض علينا. لا بانت لي فاطمه الزهراء بحال قالت القيسه وانا نقول القيسه. بغيتي تغش سيمو. انا ما خلانيش نجاوب وانا واخد زوجه من فاس. غيتا انت الاصول من فاس، عشتي في فاس ولا لا؟ لا ما عشت من فاس، ولكن والديا بابا الله يرحمه من الادارسه، ماما من السعاده،
وانا الصراحه كبرت وتزاديت في كازا من الاصول من فاس. وكنتي كتمشي وكتمشي مزال؟ كنمشي لها بزاف، كنمشي لها بزاف، وكنظن ان الصفارين هما هادو اللي كيصيبوا النحاس. تماما هما اللي كيصيبوا النحاس تماما. الساحه اللي فيها الناس فوالا فيها صناع تقليديين اللي كيصيبوا جميع النحاس، تقريبا جميع الحرف جميع الحرف التقليديه كاينه في مدينه فاس العتيقه. بصح هو دائما التساؤل اللي كيكون عند اي راجل مور ما كيتزوج، اذا كانت الزوجه ديالو تبارك الله مثاليه وبخير، كيدي يقول كيفاش تزوجت بيا. بالي هذا السؤال هذا غيتاكد مور هذه الحلقه، لان انا بقاو ما بدات اشوفها صحيحه وانتم كتغلطوا. سميد ما بغينا نخاصموا حتى شي واحد، كنا غنتسالوا ما بغينا نخاصموا حتى شي واحد. شفت من غير الحلقه عنده شي حاجه اخرى في راسه. انا قلت لكم بغينا نستمتعوا نكتشفوا. سميد ما عرفتش شنو مور راسه، غتكتشفوا من بعد. المدرسه اليعقوبيه تشهرات باسم الصفارين حيت الواجهه ديالها كطل على هذا الساحه، هي من اعرق المدارس في مدينه فاس، نشات في عهد الدوله المارينيه في القرن 14. الصومعه ديالها او بصومعه ديالها الجميله كتحتفظ على اثار فنيه كتشهد على ابداع الصانع المغربي بحال الزليج المغربي الاصيل والابواب الخشبيه المنقوشه والمزخرفه، وفي السنوات الاخيره خضعت للترميم باش تبقى مفتوحه في وجه طلبه العلم التابعين لجامعات القرويين واللي كيتوافدوا عليها من عده دول. شكرا لك ابتسام. انتم الازواج ما بقاش فيكم الحال. ابتسام عطينا الشرح والمعلومات، انا كيقول لي الاسئله وسكت. نمشيو السؤال، نمشيو السؤال الثالث. كنشوفوا في الصوره زنقه من واحد المدينه مغربيه معروفه بهذا اللون، شنو اسم هذه المدينه؟ هما يقول لكم سيموس دراتي، صبروا انا عارف. واحد مولاي ادريس زرهون، جوج وزان، ثلاثه تطوان، اربعه صفرو. 20 ثانيه تفكير. اسمح لي واش هذا خضر؟ شويه ازرق. خضر. ركزوا مزيان في الصور، غادي تعرفوا حيت غتعرفوا اين مدينه كانت الاخرى. المهم لما يصافي باش ما هذيك راه انا قلت موي دير واش هذا خضر زوير غير كاينين هذاك واش هذا خضر راه تمويه ياك. ونشوفوا تحديث الاجوبه، عندنا جواب صحيح وجواب خطأ. شنو الجواب الصحيح سامي؟ الجواب الصحيح هو مدينه وزان. برافو عليكم. طريف الزاوية أوزانا يا العالية يا شريفة، وشحال لطيفة حاميك مولانا أشايل لها دار ضمانة. أيوا ويقول سؤال من صاحب الأغنية الوزاني نعمل. تحية الفنان، تحية الفنان نعمل الحلو. شايل لها دار الضمانة، وزان تلقبات بدار الضمانة لأبعاد دينية وسياسية. كانت زاوية كتلعب يعني واحد الدور مهم، كانوا الحكام كيحترموا المكانة ديال هذه المدينة، أي واحد مثلا مبحوث عليه كان كيلجأ لهذه الزاوية، وغالبا ما الزاوية كتلعب دور الوسيط في المفاوضات إما بالعفو ولا بتخفيف الحكم. اليوم مدينة وزان مدينة جبلية هادئة محافظة على الطابع التقليدي ديالها اللي كيبان يعني من داخل المدينه. من ساحه الاستقلال يمكن لكم تبدا واحد الجوله في المدينه وفي الازقه ديالها وفي الاقواس ديالها، غتديكم حتى لضريح مولاي عبد الله الشريف والمسجد الاعظم، بالاضافه من طبيعه الحال الورشات والمحلات ديال الصناعه التقليديه واللي الاغلب فيهم كيبيعوا جلابه الوزانيه الحره المصنوعه من الصوف. نمشيو الان للسؤال الرابع. صور سيده كتحضر خبز التفرنوت اللي كيطيب في الفران التقليدي معروف عند امازيغ بواحد السميه، شنو هي هاد السميه؟ رقم واحد الكانون، رقم جوج تنورت، رقم ثلاثه اشرباش، رقم اربعه تكات. 20 ثانيه للتفكير. راه هي بدات الكانون تنورت اشرباش ولا تكات، اربعه ديال الاختيارات. كنظن الكل فايت ضايق تفرنوت ولكن ما عارفينوش ولا ما عارفينش شنو اسم الفران التقليدي. المهم السيدات بكل ثقه داروا غير وي شو جاوب نشوفوا يلا. ايوا هادشي اللي قلنا عليك، الفريق الاول هو هذا، هو هذا الفريق الاول. عرفتي شنو داروا؟ قالت لها وجاوبكم صحيح تكات. ومن واحد واثنان نستنتج بان الجواب ديالكم خطا، لان قلتوا الكانون. واحد قالها من الجمهور وخرج علينا. الله يرحم الوالدين. شكون اللي قال الكانون؟ شكون؟ شكون اللي قال الكانون؟ اسي زوين. الله يرحمكم الوالدين. شكرا لكم. راه غادي نتكت.
راه اهم كانون في اللعبه تعتمد على راسك. وانا غادي تكت ويدور لي هذا صابو خاول بيسي صابو خاول بيسي هذا تفضل. بلادنا وكان فيها هذا السؤال ولكن كان فيها من الاختيارات تفرنوت والاغلبيه جاوبوا تفرنوت ونعقدت على تاكات والمعلومات اللي عطيتي هو انه فران كيكون مقري من الفوق صح كنتفرج انا راسي اللي تراجعات الدروس مزيان ولكن تاكات وتفرجات ويضحك ولكن بغيتي نعرف تفرجتي غير بوحدك ما خليتيش زويري تفرجنا ما كانش ديالي ما كانش برافو عليك غيتا برافو عليك تاكات فورم مغاير تماما للافران التقليديه كيف ما قلتي غيتا بصح فهو الخبز كيطيب فيه بالجناب ما كيطيبش يعني من التحت ولا لداخل هو مفتوح عكس الافران التقليديه المغلقه هذا النوع ديال الخبز وديال الافران منتشر بشكل كبير في الاطلس الكبير وفي السوس وكاين من طبيعه الحال انواع اخرى تكلمنا على تفرنوت ولكن كاين انواع اخرى من الخبز معروفه بهون المنطقه الخبز ديال الشعير وكاين ايضا الخبز ديال اللوز اللي كتميز به منطقه تفراوت ما عرفتش فايت لكم زرتوا المدينه تفراوت فايت مدقت هذا الخبز ديال اللوز واعر بزاف ياك واعر بزاف صراحه اللي ما ذاقوش خصو يحاولوا يجربوا في ديك المنطقه اميره تخشي خبز اللوز لا فاطمه زهراء لا غير شريتي ما تخيلتش غيكون زوين غيكون زوين هذا خبز اللوز عقلوا على المنطقه انا ملي قلتيها انا بغيت نذوق جاني الفضول يلا نمشيو لاخر سؤال في هذه المرحله الفقره الاولى في هذه المرحله وهو السؤال الخامس غادي تشوفوا صور حالا ها هي وغادي نسمعوا كذلك الصوت مزيان سمعت الصوت وسمع اسمع الصوت قال لي على هذيك الطابليط رقصت دق السيف وحده من رقصات التراث الشعبي في مدينه زاكوره واللي عندها دلالات ثقافيه وتاريخيه عديده ما هو الاسم الثاني لفن دق السيف؟ أقلال ركبة أملال ركزة صافي خوج رأيك ما تمشيوش مع الاختيار السهل أنا تنقول لكم ما تمشيوش مع الاختيار اللي معروف جاوب مول الطابليط مبارك بوصوفة ديال الطابليطات هز الطابليط ومشى البنات ترونكيل يلا لا حيت الوقت كيفوت مشكلة وين صورت فيلم تما واخا عاودتي الأميرة عليه لا ما عاودتش لها حيت إلا عاودتي لها راه غتعرف الجواب هذا الشيء يخطر لينا انتهى الوقت غنشوفوا الأجوبة ديال الفريقين دابا نديروا التحديث جوابان صحيحان برافو عليكم تبارك الله عليكم والاسم الثاني اللي فندق سيفينا هو أقلال تماما البنات واش كنتوا عارفين الجواب ولا غير قدرتوا صراحه قلتي لي ما نفكروش في السهله دونك انا ايكارتي ديك لا 2 اي 4 وخلينا اونتر اقلال واملال انا قلت لهم هذيك املال سي لا كولور بلونش بونس بشلحه دونك جلي ايكارتي دونك جلي ايكارتي وقلت لهم اقلال برافو عليك برافو عليك برافو عليك واحد لو سونس واحد ليسبري داناليز والله غير هو واش فهمتي ليسبري داناليز على الله قال لي حيدنا الصعاب قالت لنا ما نفكروش في الساهلين حيدوا حيتو ركبوا وركزه جاوكم هما الساهلين هما الساهلين المعروفين شفتي الدراري معروفين خرج يا شي فورميرا خرج يا شي فورميرا عندنا ثقافه عامه كنا في الاول في الركبه كنا احنا بغينا نركبوا على الركبه وغلطنا ودرنا اقلال صدقات هي صحيحه دونك الحمد لله حتى هذه تكنيك زوينه هذا هو التكنيك اللي يقدروا الناس وكم من حاجة قضيناها بتركها علاش لا أقلال هي رقصة جماعية كيأديوها الرجال كيف ما كتشوفوا بالصور باستعمال السيوف مع رجال آخرين كيضبطوا الإيقاع باستعمال الدف أو البندير من طبيعة الحال تيكون صاحب الناي اللي كيتسمى العواد وعاد كيكون يعني مجموعة من القصائد كيلقيها الشيخ وكيرددوها باقي المجموعة ومن طبيعة الحال استعمال السيف في الرقصة فهو رمز للبطولة وللشجاعة وأيضا كيتباهوا به القبائل بيناتهم البطوله والشجاعه والجهاد والكفاح جابهم لنا جابهم وخسرين مع الفريق الاول اللي جاب النتيجه لحد الان هي اربعه نقاط الفريق الاول مقابل نقطتين الفريق او ثلاثه نقاط الفريق الثاني ثلاثه اربعه ثلاثه اربعه ثلاثه مزيانه وبما انهم خاسرين غادي نعطيهم فرصه انهم يجيبوا ديك النقطه تماما التحدي 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 حكمه يلا
غادي تختاروا واحد فيكم اللي هو غادي يعني غادي يدير هاد التشالنج ولا هاد التحدي. والتحدي بسيط، الحكم فيه غيكون هو الجمهور، هو اللي غادي يعطيكم ولا لا النقطه الا قنعتوه. التحدي اللي عندك يا زهير هو تلعب دور مرشد سياحي لمدينه مغربيه، ونخليو لك الاختيار ولا الحي المغربي ديال المدينه. نخليو الحي الحسني هو مقبل مرشد ديال الحي الحسني. غادي نخليو لك، غادي نخليو لك الاختيار ديال المدينه. غادي تجي هنايا. علي زهير، علي زهير، علي زهير. زهير عندك 40 ثانيه. دابا شنو ندير؟ خاصك تبيع علينا مدينه مغربيه. انت قيد، انت مرشد سياحي، خاصك تكلم نختار المدينه، قلنا شكون هي وغادي تعطينا يعني المعلومات عليها. نقول لكم المدينه. اه دوي بحال اللي كتدوي انت مع شي سياح ولا شي حاجه. زهير هنايا. اه ما نقولش سميت المدينه. لا قول سميتها. واش غنعرف؟ لا انت مرشد سياحي ولكن خصو دير رمزي يدير ليه سائح. انا سائحه، انا جاكلين. غتقول لها مرحبا بك في الدار البيضاء. الدار البيضاء فيها الحي الحسني، والحي الحسني فيه دارنا وكمصار. وشنو شنو باش غنربح؟ شنو خصني باش نربح نقطه؟ خاصك في 40 ثانيه تقنع الجمهور. نقنع الجمهور يجيو يجيو لهذيك البلاصه. يجيو لهذيك البلاصه. سميت تلتحق ليه ولا تجي دير دير التوريست؟ لا لا معايا. دير بوليسي، دير بوليسي. يلا شمن مدينه بعدا اختاريتي زهير؟ الدار البيضاء. مرحبا بك في الدار البيضاء. الدار البيضاء هي العاصمة الاقتصادية ديال المغرب، اللي فيها بزاف ديال العمالات، منهم عمالات البرنوصي، عمالات الحي الحسني، عمالات عين الشوق، عمالات الفداء، عمالات مر السلطان. تربية وطنية. وفيه بزاف ديال زعما معالم تاريخية بحال الحبوس. كاين المسجد الكبير جامع حسن الثاني حتى هو اللي كاين في المدينة، كاين الميناء الكبير حتى هو اللي كاين في باب ربعة، كاين الحي الحسني اللي خرجوا منه بزاف الكوميديين بحال زوير زائر تبارك الله اللي نجم من نجوم الساحة الفنية، كاين الحي المحمدي اللي خرج ناس الغيوان والمشاهب وجيل جلالة. كيمتد هو من البرنوص، فيه البحوره بزاف، فيه بحر ديال النحله، شاطئ النحله، عين الدياب. 40 ثانيه سارت. برافو عليك، برافو عليك. لا تصور. شكرا. الجمهور، راي الجمهور. هاني هاني غنشوفوا زهير واش قنع الجمهور ولا لا. عندكم لي بون كارت، قولوا لنا واش عجبكم الاداء ديال زهير ولا لا. يلا نحاولوا نهزوا كلنا لي بون كارت في نفس الوقت. ثلاثة، جوج، واحد، كلشي يعطينا الرأي ديالو. يلا عطيونا 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 الرأي ديالكم. قولوا لي دقيق دقيق عندكم. الله يحفظك ليا الحاجة. أوه عندكم كرسي خضر أنا. شوف. وهي الأخضر غالب ياك، يعني لي لايك أكثر من لي ديسلايك. نقدروا نعطيوه النقطة سميد؟ نعطيوه النقطة. نعطيوهم النقطة يلا. برافو. كتستحقوا النقطة وبذلك تصبح النتيجة متعادلة ما بين الفريق الأول والفريق الثاني، أربعة نقاط لكل فريق، هادشي اللي غيجعلكم تلعبوا بأريحية أكثر المرحلة الثانية اللي هي الفاس فاس. نمشيو. المرحلة الثانية من المسابقة في نكتشفوا بلادنا، وهذه المرة كل واحد غيلعب ضد الزوجة الكريمة ديالو. كنتمنوا لكم حد موفق، لأن هذا الفاس فاس غادي تكونوا طبعا مرشح هنا كيمثل الفريق، والمرشحة الثانية كتمثل الفريق الأول، وغادي نطرحوا عليكم خمسة ديال الأسئلة بالزربة، وخاصكم توركوا على البوز بوزر باش نعطيكم الجواب. ربعة ثواني لو ركتي على البوزر واش على الضو. نعم بغيت غير نقدروا نستغناو عليها حيت ديجا كنديروها في الدار فاس فاساتهم. سي بون. اجي دير لها هنا وغيتفضل زهير زائر. انا دابا مرتاح. يلا وغيتا غزولي. اول زوج ولا اول كوبل زهير زائر وغيتا الغزولي، تفضلوا. فصفصة كيف ما قال سميد، كيف ما قال سميد، يعني كاينين خمسه ديال الاسئله. هذه الفقره ولا هذه المرحله هي المرحله ديال السرعه، خصكم بالزربه توركوا على البوزر باش نعطيوكم حق الاجابه. الا ما عطيتوناش الجواب الصحيح حق الاجابه كيمشي للخصم ولا للفريق الاخر مباشره. صافي وعنده حتى هو 10 ثواني ديالو ديك الساعه، ماشي خمسه، 10. يلا نبداو باول شلال. ايموزاري داوتنان فين جا؟ يلا تفضلي خمسه ثواني. ايموزار. لا لا جاوب على خاطرك. اكادير. برافو عليك. اكادير جاوب صحيح. ثاني شلال تفضل سامير. ثاني شلال اسود. اعتقد دغيا دغيا غيتا اللي قال لك الشاون راه غلطك. زهير عزيلال. عزيلال جاوب صحيح. يلا غيتا يلا غيتا يلا علي غيتا. عنده شي سر مع الشلال. علي غيتا.
يلا كلهم شلالات كلهم شلالات شي سر مع شلالات يلا يلا واحد سهل غير تركزي معايا حيت غيتا كدوش انا كنتشلل الشاول برافو غيتا اش قالت قالت الشاول الشاول عرفاته يلا شلال شلال الرابع زكزل غيتا محاولة زهير بركان برافو عليك زهير لا لا كان كنطير في الشلالات هو كنطير والله الا كنطير هو باليا هو باليا الله وعلم صافي ربح لينا 3-1 وباليا الله وعلم دار الشلالات المغرب كامل قال لا نتزوج حسن ليا عندي ثقافه زوينه في الشلالات كي قلت لكم غيتا كدوش انا كنتشلل كيفاش هي برافو راه جاي صافي دابا برافو عليك زهير ربحتي هاد الفصافاص ولكن نكملوا 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 مازال نعطيكم الشلال الاخير ستي فاطمه برافو ثلاثة لجوج برافو ولكن ثلاثة لجوج كيربح زهير زائر وكتمشي النقطة ولكن للفريق الثاني للفريق الثاني انا واحد القضية بغيت نقولها الصراحة قدام الناس دابا هاد الفوز ديالي كان هدية للحبيبة ديالي غيتا اي ورابحة رابحة انا ورابحة النقطة لا اهدها لي عطوني النقطة بغيت الهدية شكرا لك غيتا شكرا لك زهير نمشيو للثاني ثنائي سيمو وفاطمة زهراء سيمو سدراتي وفاطمة زهراء الكاميري علي فاطمة زهراء علي فاطمة زهراء يعطيكم الويديان دابا لا لا والله لا والله هادو أسئلة متنوعة في الحقيقة نقدر نقول شوية صعب من الآخرين ياك صراحة واخ يلا نبداو بأول سؤال وركزوا معايا مزيان فين كيتواجد شاطئ قمقوم الباز واحد القمقوم فين فاطمة زهراء يلا 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 قمقوم الباز فين كاين فين كاين هدرنا هدرنا نعاونكم برافو عليك وكا البزاز راس الماء وي وي راس الماء برافو برافو راس الماء راس الماء جوابها صحيح الدراري كتسناوني نجاوب برافو عليها نسيت راس الماء شحال شحال كاين من برج في قصر اسا اعطيونا اعطيونا يلا سيمو شحال من برج كاين في قصر اسا كاينين خمسة لا لا يلا خمسة ثواني باش تفكر فاطمة زهراء سبعة سبعة برافو عليك سبعة جواب صحيح يلا ركزوا معايا شو مالك في المنتزه ديال سوس ماسة كاين حيوانات كثيرة كتعيش عطيوني جوج منها يلا سيمو يلا الغزال الغزال والجدي صافي صافي الجدي يا صاحبي قلتينا ها جاوبي على خاطر اللقلق اها لا لا وي 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 اها الصقر المها المها والقلق جواب صحيح اللقلق والمها وبذلك كاينين وبذلك هن يفوزنا بهذه الجولة من المسابقة اتفضل سيمو تفضل تفضل سيمو برافو عليك فاطمة زهراء ونقطة للفريق الأول الله يعزيتي عليك صافي سير وما تعاونوا الجمهور انتم ما تعاونوا دابا انتم متعادلين ما كان لاش نكملوا الاسئله لا. لان هو اسمها وهي المها لا لا راه ما هادشي صعيب على السيمو صعيب شي شويه مهم انتم الان حصلتوا على فاطمه زهراء بدا يديه معاك الله يحفظك نقطة لكل فريق في هذه المسابقة ولا في المرحلة الثانية والان غادي ننتقلوا المرحله باش تفوزي باللقب تفضلي يلا المواجهه اميره مرتضى واسامه رمزي انت اللي بقيتي عندنا اخو اسامه يلا عاود في هذه المواجهه خمسه ديال الاسئله المتنوعه ونبداو باولها سامي تبدا باول سؤال هذا هو السؤال الاول اذكر يا فتاة اذكري يا فتاة نوعين من الخبز التقليدي اميره تفرنوت زيدني واحد اخر اميره البوشية برافو عليك برافو يلا أسامة يلا تقول عقب الزنقة مابقاش بلاش لا أنا راك ما داش لي ما داش عرفتي فاطمة زهراء بانت لي الثقافة ديالها فهادشي التقليدي واعرة عطيتهم بوشية عرفتهم الأخرى اللي قبل لا خدام يلا أسامة ركز مزيان أميرة حتى أنتي في ثاني سؤال فين كاين منتزه الحدائق الخيرية شوفي أميرة برافو عليك فروه وي واش فراسك هذا ماشي حدائق قناطر الخيريه واللي عندها واحد السميه واحده اخرى انا ما خدامش واحد السميه واحده اخرى في حدائق القناطر الخيريه القناطر الخيريه الناس ديال المدينه كيعيطوا لها الزنطق
ودات لك زنطق جوج مرات دابا زير زنطق هزطلق قول هكاك خفه الا مشات التجاوبات دابا راه مشيتو تساهل والله الا تساهل اذكر ورك ها ورك وشوف فيا اذكر لون غنائي في جهه الغرب كاين وركتي وسام قول في كاين الغرب الغرب قريت الهيت 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 شكون مازال جوج ديال الاسئله ما كاين مشكل ما كاين مشكل تعاوننا معاه ماشي مشكل لا هيت شوفي قول يلا شوف مازال جوج ديال الاسئله ولكن ما نساوش بانه يعني هنايا كاين تفوق بنقطه شحال من باب شحال من باب في سور المدينه القديمه بالدار البيضاء اميره شحال كاين من باب شنو هي شحال كاين من باب في سور المدينه القديمه 8 برافو عليك نو كومون تو سي لا كومون تو سي كيفاش 8 لا صبري صبري لا ما اقتنعش لا والله انا وقتك انا قولي لي اربعه منهم المهم انا شيرت برقم وانا سبقتك لا ما يمكنش شوف شوف كاين شي حاجه كاين شي حاجه غمزاتني 800 مرات لا ما يمكنش برافو عليك دابا انت عرفتي 8 شوف برافو هيا معلومه استفدنا منها كامل قول لي غير جوج لا ما شنو السميات زعما صعيبه شويه دابا انا واش خسرت صافي ساليت كاين باب المريصه كاين باب مراكش هادو اللي معروفين كثير ولكن الاخرين معروفين كاين باب جوج باب ثلاثه باب اربعه باب خمسه باب وانت مالك وانت شوفي كي قال لك باب مراكش المدينه هضر مع النقطة كتمشي للفريق الأول برافو عليكم أهلاً لكم أميرة فاطمة زهراء وغيتا خويا رمزي أنت تما تما زيدوا داك السؤال زيدوا شوف صافي بقى ربحتي صافي صافي نزيدوا ديك السؤال الآخر زعما باش بغيتوا يلاه علاش ما غاديش نتعادلوا أون توكا ما غاتعادلوش هما اللي غنحكموا عليهم في الآخر عاوتاني اذكر مسجدين تاريخيين بفاس باقي مكمل يلا 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 اه القراويين وشنو اخر شنو اخر مسجد فاس سيمو الله يهديك ارفع انا الادارسه الادارسه بنت فاس بنتي بنت فاس يلا عطينا جوج ديال المسجد الكبير المسجد الكبير المسجد الكبير اها الجامع الكبير كاين مسجد الزاويه التيجانيه مسجد الاندلس البيضاء بوجلود القرويين كيف ما قلتوا الحمراء الحجر والعديد العديد من المساجد النتيجه بعد المرحله الثانيه ومن بعد الكم الهائل من المعلومات اللي عطاونا السيدات واخا انتم ربحتوا المرحله الاولى ديال المرحله الثانيه شو داكشي معقد ولكن الفريق الاول عنده 6 ديال النقاط والفريق الثاني 5 نقاط فقط فقط بصح كاين فرق نقطه ولكن باش نقدروا ننتقلوا للمرحله الثالثه غادي يكون عندنا بحال اللي درنا ما بين المرحله الاولى والثانيه غيكون عندكم انتوما تحدي باش تقدروا تكسبوا النقطه ودائما الجمهور هو اللي غادي يحكم يلا الجزائر شكون شكون دابا سيمو صدراتي سيمو صدراتي تفضل غنعطيوك اربعه ديال الكلمات غتحاول انك دير لنا منهم قصه هذه مزيانه مخير هذيك ساعد مزيان ولكن سيمو سيمو غيكون عندك حتى انت 40 ثانيه تفضل هنايا باش نشوفو كاملين غادي يكون عندك 40 ثانية فين تعطينا ولا فين تقدر تألف هاد القصة بربعة ديال الكلمات يلا أنا نعطيك الكلمات بربعة غادي نعطيك الكلمات بربعة عندك أسيدي اللقلق زنطق مرزوقة البيصارة مزيان يلا نشجعو نشجعو سيمو واحد النهار أربعين ثانية أولا عندنا واحد الشخصية في هاد القصة هادي اللي هو اللقلق هاد القلق هذا واحد النهار كان طالع للشمال هو يتلف هو يدور مشى لمرزوقه نزل في مرزوقه ما كيلقاش الشجر في مرزوقه اش تيقلب تيبدا يقلب جاه الجوع والصحراء وهذا ما كيلقى والو تيلقى واحد السيد كيدور بواحد زلافه البصاره وتياكل منها كيمشي كيبدا ياكل ليه بالزلافه صفقوه صفقوه عاود ويدير لها الزنطه كيمشي يقولها اسامه رمزي كيمشي لديك زلافه البصاره واش كيدير ليها؟ زنطه سالات الحكايه المهم راه غادي نبقى نفوت لا غير اجي شوف انا عارف غاتفوتي وحمر ماشي مشكل لا 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 ما يمكنش ما يمكنش دور والديك يا يا لا شوت ما عاونيش وسام رمزي والله شوت ما خدماش بحال قلتي داز بحال الزبير ايوا اش غنقول لك سيمو برافو عليك شكرا الماجوريتي انا غير واحد الملاحظه بغيت نقولها راه غير لقيت فيهم اما القصه ماشي تلهي
معليش معليش شكرا. حتى التمرين صعيب صراحه. سيمو الجمهور اختار يعطيك النقطه وتنقول لكم برافو. كاين تعادل من طبيعه الحال ما بين الفريقين، 6 نقاط الفريق الاول، 6 نقاط الفريق الثاني. وهذا الشيء غادي يخلينا نمشيو للمرحله الثالثه والاخيره. الفقرة الثالثة من برنامج نكتشفوا بلادنا، وغادي نطرح عليكم الآن 5 ديال الأسئلة، غيكونوا عندكم فيهم اختيارات بحال اللي كانت الفقرة الأولى، وغادي نبداو بالسؤال نقدر نسميه السادس. بجامعة عين اللوح كتواجد بحيرة مشهورة بنشاط مراقبة الطيور سواء المحلية أو المهاجرة، ما اسم هذه البحيرة؟ 1 أفنورير، 2 إيريكي، 3 القنصرة ولا القنصرة، 4 ويوان. 20 ثانية. جماعة عين اللوح كاينة بحيرة مشهورة واللي معروفة بنشاط مراقبة الطيور سواء المحلية ولا المهاجرة. 4 الاختيارات: أفنورير، إيريكي، القنصرة ولا ويوان. يلا شوفوا الأجوبة ديالكم. والجوابان صحيحان، برافو عليكم. الفريق الأول والفريق الثاني جواب صحيح كان هو أفنورير. أفنورير كتعتبر واحدة من أجمل البحيرات في قلب الأطلس المتوسط، المساحة ديالها حوالي 300 هكتار، معروفة برصيد حيواني كبير، وهي موطن العديد من الأسماك الزواحف والطيور، معروفة أيضا بالطيور اللي مقيمة فيها وحتى الطيور يعني المهاجرة اللي كتوقف فيها، فممكن مراقبتها من خلال المنصة اللي كاينة على الضفة ديال البحيرة. بحيرة كتعتبر من المناطق الرطبة حسب اتفاقية رامسار الدولية واللي كتهدف للحفاظ على هذه المناطق وتنمية دورها الثقافي العلمي والترفيهي. يلا نمشيو للسؤال الثاني. على بعد 30 كيلومتر من الداخلة كتواجد واحدة من أشهر المواقع السياحية، جزيرة التنين اللي معروفة باسم ثاني، ما هو ثاني اسم لجزيرة التنين؟ سهلة هذه: الجزيرة البيضاء، جزيرة تروك، جزيرة الداخلة، لا دون بلانش. كنهضروا على جزيرة التنين اللي الشكل ديالها من طبيعه الحال هو اللي خلى هذا الاسم يطلق يعني تاخذ هذا الاسم او خلاها تلقب بهذا الاسم. 20 ثانيه عندكم للتفكير. الجزيره البيضاء، جزيره تروك، جزيره الداخله ولا لا دون بلانش. من طبيعه الحال الناس اللي زاروا الداخله غادي يتعرفوا بسهوله على هذا الجواب، ونشوفوا الاجوبه ديالكم. راكم غادي مزيانه، برافو عليكم مرة أخرى، جوابان صحيحان وهي جزيرة تروك. أنا تبارك بلاتي بلاتي هنا هنا أحسن وقفة 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 هنا واحد الوقيف وقع بيننا خلاف أنا وأسامة رمزي حيت جوج مشينا للداخلة ولكن جوجنا مشينا للداخلة هو مشى واحد الفترة وأنا مشيت الفترة وأنا جواب صحيح هو ما اتفقش معايا لكن ما حيدلكش الجواب ما حيدش الجواب دونك هنا كاين اتفاق. شنو الجواب اللي كنت شاك فيه أسامة؟ أنا كنت شاك في لا دون لا دون بلانش لا دون بلانش لا لا دون بلانش هي بلاصه اخرى لا دون كاينه في بلاصه اخرى تماما برافو عليك زهير. جزيره التنين تسمات بفضل الشكل ديالها اللي كيشبه للتنين وهي يعني قبله سياحيه رئيسيه في مدينه الداخله، يمكن لكم توصلوا لها بالقوارب السياحيه وتقضوا فيها النهار وتقدروا ديروا حتى ان بان دارجيل. من طبيعه الحال في الداخله يمكن لكم تقوموا بمجموعه من الرياضات بحال خصوصا الرياضات المائيه بحال الكايت سيرف، الويند سيرف ولا الكاياك، وممكن ايضا وضروري ماشي غير ممكن ضروري مؤكد انكم تذوقوا الاطباق ديال السمك الطري فيها منين تكون تما وليزويتخ للناس اللي كيعجبوهم ليزويتخ. داخله اللي كتبقى وجهه سياحيه جميله جدا بالمغرب. مستعدين نمروا للسؤال. بين قوسين صميد انا كنت هذا الصيف الاخر كنت في الداخله ومشيت لواحد ثلاثه السوايع هبطنا فتنا بير قندوز وصلنا للقرقالات ما عندنا حتى شي حاجه نمشيو ليها على قبل باش ناخذ التصويره قدام المعبر، وهذه كانت زعما حاجه زوينه ليا في السيفي زعما انني مشيت كنقول لهم راه المغرب درتهم من راس لراس. برافو عليك زوير. كيشلل وكيتبحر وكيعبر وكيدخل الفلوس. نمشيو للسؤال الثالث. عين فيتال وجهه سياحيه ايكولوجيه في مدينه افرام ومعروفه ايضا باسم اخر، ما هو الاسم الثاني لعين فيتال؟ واش عين افرام، شلالات العذراء، عين شلال ولا الشلال الصغير؟ ننصحكم نفس النصيحه ديال الالتزام حيدوا داكشي الساهل. يلا 20 ثانيه يلا 20 ثانية مهلة للتفكير.
شنو هو الاسم الاخر او الاسم الثاني لعين فيتال؟ عين فيتال من طبيعه الحال اللي من بين المنتزهات الموجوده في افران وفي النواحي ديالها. وانتهى الوقت. انتهى الوقت وغادي نشوفوا الاجوبه ديال المشاركين، وهذه المره كذلك مراجعين الدروس ديالكم مزيان، جواب صحيح للفريقين. والاسم الثاني العين فيتال هو الشلالات العذراء. تماما، وانا بان لي الا بقينا غاديين هكا غادي تسالى الحلقه بتعادل وكلشي غيدخل فرحان ونشط. تعادل منصف للطرفين. عين فيتال من طبيعه الحال الكل تيعرفها من بين منتزهات افران، كتبعد ب 3 كيلومتر على قلب المدينه، هي قبله للزوار في جميع الفصول بفضل من طبيعه الحال مياه العذبه والخضوره اللي دايره بها. هي ايضا منتزه جيد لممارسه رياضه الجري، فكاين دي سيركوي وسط الغابه ومجهزه ايضا للناس اللي بغاو يقضيو فيها النهار ويديروا دي بيكنيك ولا دي بالاد اشيفال. الا مشيتوا من طبيعه الحال لافران في الوقت ديال الثلج وفصل الشتاء فممكن انكم تطلعوا المحطات ميشليفان البعيده على افران ب 20 كيلومتر، واذا عندكم يعني الحظ ولقيتوا الثلج فممكن انكم ديروا السكي، المرشدين السياحيين تما عندهم المعدات اللازمه. هذه انا جاوبت عليها ولكن ما مشيتش ليها، واحد من الطاكسي كتركبش معاه مشى ليها هو اللي قال لي. برافو. انتقلوا للسؤال الرابع في المرحله الثالثه. والسؤال يقول: مدينة مراكش معروفة بكثرة المساحات الخضراء والحدائق العمومية لكي توفدوا عليها السياح، وعرسة مولاي عبد السلام واحدة من الحدائق في وسط جليس، فهل أي سلطان تأسست عرسة مولاي عبد السلام؟ واحد السلطان عبد الحق المريني، السلطان محمد بن عبد الله، السلطان مولاي حفيد، أو السلطان مولاي إسماعيل؟ ينطلق العداد، عندكم 20 ثانية. يلا جاوب 20 ثانية باش تجاوبوا على هذا السؤال. سير يلا سير ديرها. أنا انا بالي بنات شاكين كيقول لك انا ما متاكداش وهذاك واش متيني ياك تبعتو ياك ما اميره اللي تبعتو اميره غطلعوا في جواب صحيح ان شاء الله. انا كنقول محمد عبد الله، انا كنقول محمد عبد الله. حتى هنا ما متفقينش، حتى هنا ما متفقينش. احنا بينا غنشوفوا غنثيقوا في سيمو الجواب، والجواب ديال الفريقين خطا للاسف. الفريق الاول قال مولاي اسماعيل، مولاي اسماعيل لا شعر اكثر بعلاقته بمدينه مكناس، والفريق الثاني قال السلطان عبد الحق المريني. محمد بن عبد الله. محمد عبد الله للاسف كان هذا هو الجواب الصحيح. نقدروا نصفوا عليهم واخا. الحديقة كيف ما قلتوا تأسست في عهد سيدي محمد بن عبد الله بتصاميم فن الحدائق المغربي الأصيل، فيها مجموعة كبيرة من الأشجار ومن النخيل كتجمع بينهم ممرات ومسالك ما تغيراتش من القرن الثامن عشر، واقترن اسمها بابن السلطان الأمير مولاي عبد السلام اللي حصل عليها كهدية بمناسبة الزواج ديالو. الحديقة اليوم هي عبارة عن فضاء معلوماتي ولا كتوفر على ان سيبر بارك متصلة بانترنت عالي صبيب ومجهزة بالعديد من اللوحات التفاعلية، الحاجة اللي كتخليها فضاء ايكولوجي ولكن في نفس الوقت ثقافي وتربوي. طبعا هدية جميلة لاجل الزواج. هذه فرصة نسولكم شنو هي احسن هدية جاتكم في الزواج ديالكم؟ ماشي من عند بعضياتكم، لا خلينا ديك شي تزاف شي هديه مور ما ساريتو العرس، العرس عرسه مور ما ساريتو العرس شتو ديك الهديه وقلت واو الزواج بونافير. جيبوها الكيسان والمانك. لا لا حنا حنا واحد الصديق ديالنا جبنا تلفازه كبيره صراحه كنتفرجوا فيها دابا. تحيه ليك. تحيه لهذا. واش عبد كبير مول الطاكسي؟ لا 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 هذا يوسف دكتور لازم. ما جبنا تلفازه وغالية صاحبي والله يرحم لي المهمة ديالي. حيت حنا محتاجين الصراحة. حيت كنت غناخد واحد أقل من دوزان. شكرا لي شكرا لي. فاطمة زهرة أميرة. بعد المناسبة. إير فراير ياك. حيت كنخدموها بزاف. إير فراير. صدقات. فاطمة زهرة. حنا ما جاتنا لا تلفازة لا إير فراير صراحة. مازال كتسناو. مازال كتسناو الكلام. حنا ما عرفناش علاش ولكن جاونا المعن بزاف. ولينا حتى كنعطيو لي كاد ما درتوش لا ليست. حنا ما درناش لا ليست. كانت القضيه ديال لا ليست عرفناها معطلين ما صحبناش كاينه. حنا عرفنا حنا عرفناها سيس عرفناها، درنا الثلاجه ما جاتش، درنا ماكينه الصابون ما جاتش، اختاروا درنا واحد معنات صغيورين جاو. ايوا هو صح هو تاتوما تصحوش مع الباشا اللي ما داراش يقدروا يعاودوا التجربه يديروا لا ليست هذه المره. كيفاش لا مع نفس الاشخاص يعاودوا العرس ويديروا لا ليست. يلا نمشيو لاخر سؤال اليوم. كنذكركم بانكم باقيين متعادلين 9 لتسعود، اللي غيوصل ل 10 شي بحال ماتشات الكرة باش كنا صغار اللي يوصل ل 10 كيربح. يلا هذا هو الاخر سؤال، اخر سؤال ركزوا مزيان. اعطيني تعرف تعرف اكدز وتحديدا واحة مزقيطة بانتاجها لاجود التمور المغربية
اللي كينطلق موسم الجني ديالها في وقت محدد كل سنه. متى ينطلق موسم جني التمور؟ بواحد اكدز 1 اكتوبر 2 مارس 3 يونيو 4 غشت ينطلق العداد 20 ثانيه. يلا هو نفس الوقت فين كيتجنى كيتجناو التمور ديال المغرب كله. موسم جني التمور بواحد اكدز واش كينطلق في اكتوبر مارس يونيو غشت؟ حتى نتوما حاولوا تجاوبوا على هذا السؤال في ديوركم. يلا انتهى الوقت ونشوفوا غادي نشوفوا الاجوبه ديال المشاركين. احنا درنا التحديد وانا انا اكتشفت الخطه ديال الفريق الثاني اللي كان كيحاول يغلط الفريق الاول. لا لا ماشي صحيح. لا 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 راه هو كيحاول يغلطني غلبتينا والله يسمح لك. شفتوا بعينيا وسمعتوا بودنيا وانتوا كتقولوا مارس وماشي هو الجواب اللي اختاريته. ما اختاريناش مارس. لا ما اختاريناش. حنا كان عندنا نقاش. لا انا هذا السؤال عرفت واحد مول الطاكسي داز من دو مارس من الشارع ديال دو مارس. قلت لهم راه داز من دو مارس وهما سمعوها احنا بابرياء. ياك هما اختاروا دو مارس. لا هما اختاروا اكتوبر. حنا شنو اختارين؟ اكتوبر. ايوا صافي والجواب صحيح. مشى ليا شهر 6. طبعا الجواب ديالهم كان هو اكتوبر والجواب ديالكم انتم هو اكتوبر. وتعب هذه المباراه الى ان تنتهي متعادله بين الفريقين 10 على 10. برافو عليكم ابتسام غتعطينا معلومات حول الجنيه. باش الخواطر يكونوا صافيين وتمشيو بخير وعلى خير. 10 النقاط لكل فريق. يلا غير غنخرج. هما راه داروا جوج ديال التحديات حنا راه بقينا في بليصه. لا بصح هذه كاينه باش غير باش نرجعوا للسؤال الاخير الا سمحتوا. غادي نهضروا على موسم جني التمور. تكلمنا على واحد مزقيطه في اكدز. الموسم ديال جني التمور كيكون يعني تقريبا في المغرب كله في نفس الوقت ما بين يعني في اكتوبر كينطلق حتى دوجنبير. هذه المنطقه بالضبط منطقة أكدس معروفة بإنتاج عدة أصناف ديال التمور وأصناف اللي جيدة كيف ما تنقولوا. بوفكوس أو بوفقوس بوزكري جهل والمجهول. الواحة ما كتقتصرش فقط على الإنتاج الفلاحي فهي كتحتوي على معالم تاريخية ممكن زيارتها بحال قصر تام نوكالت اللي كيمثل التراث التقليدي المعماري للمنطقة وكيتيح فرصة للزائر أنه يطل على جبال الأطلس الصغير. إطلالة رائعة على جبال الأطلس الصغير. شكرا للمشاركين اللي كانوا معنا. المباراة تنتهي بالتعادل كما قلنا كما قلنا بابتسام 10 ل 10. هذه هي النتيجة النهائية 10 ل 10. برافو عليكم نصفقوا عليهم مرة أخرى. قبل ما نساليو ناخذوا الرأي ديالهم ارتسامات شنو البلايص اللي يبغيو يسافروا ليها؟ مثلا نبداو يلا ليديز فيرست. لالا غيتا شنو البلاصه اللي في المغرب كتمني انك تمشي لها وكتولي بان الا مشيتي لها غتحسي بواحد الارتياح كبير وغدوزي بقيتها زوينه؟ كنظن الداخله لانه زار مشى لها جوج مرات وباعها ليا بواحد الطريقه زوينه روج لها بواحد الطريقه زوينه بزاف ماشي بحال داك الشيء دار قبيله ولكن المهم الداخله قال لي زوينه بزاف ووعدني اننا غنمشيو ان شاء الله المره الجايه وسورتو ان مدينه في طور نمو بواحد الطريقه زوينه بزاف وفيها بزاف ديال لي بروجي دابا كيتبناو دونك فيها الطبيعه فيها داك الشيء يعني نقدروا نقولوا دي مونيمون اللي غنمشيو نزوروهم ولا بلايص سياحيه اللي ممكن نستمتعوا بها. غادي تستمتعوا بالمناظر الطبيعيه والمنتجعات حتى هي كتوفر الراحه كلها اللي مشات لي اسامه المنتجعات ياك اسامه فين عوالين تمشيو ان شاء الله ولا فين شنو عوال تقترح على اميره؟ ما نقترح لها نمشيو المغرب كامل ولكن كاينه واحد المدينه بغيت نهضر عليها اللي مشيت لها هي زاكوره. وهاد المدينه عجبتني بزاف. اولا هما الناس ديالها طيبين بزاف من اطيب خلق الله. ومشينا خدمنا تما واحد البروجي ومشينا عند باسو وشفنا تحيه لباسو بيان سور تحيه لباسو. شفنا الفخار شفنا الركبه ولا اقلال هذيك السيف ديال دقه السيف دقه السيف وشفنا الركبه تما في المنطقه الركبه. ومدينه زوينه بزاف كنظن باللي الناس يقدروا يمشيو لها وكاينين ديفول اللي ما غاليينش بزاف اللي تقدر تمشي وتكتشف. وزاكوره مدينه جميله جدا والناس الله يعمرها دار الله يعمرها دار. حنا باش كنا مشينا ما كانش باسو ولكن عيطنا فيديو قال لها لا لا شوف كلشي ظريف تما زعما ماشي بالضروره يكون باسو. والله لقينا عمو تما وكان الناس الله يعمرها دار. لالا فاطم الزهراء شنو من مدينه انت كتقولي ولا منطقه في المغرب تبغي تزوريها؟ الوغ انا بغيت نديستيمو البلاصه اللي حنايا اللي انا منها اللي هي قلعه مكونه. بلاصه زوينه بزاف وما كنسمعوش عليها بزاف. كنعرفوا الورد معروف في المغرب ولكن ماشي كلشي عارف بلي راه جاي من ديك المنطقه
وما كرهتش نديه. دابا صافي ان حنا مزوجين وديما كنقول ليه خصنا نمشيو نزوروها ان شاء الله قريب. علاش لا وعلاش لا ما تكونش يعني في الموسم ديال الجنيه ديال الجنيه. سيمو قنعاتك قنعاتك هذه الزياره ولا بغيتي تمشي لشي بلاصه اخرى؟ لا لا بالعكس دابا انا عندي ورده غنمشي نشوف منين جات. كيجي مزيانه تاثيره مني برافو عليك سيمو. ولكن انت غتمشي مع الورده ديالك لقلعه المكونه وفين بغيتي دير الورده ديالك؟ غنديها تمشي تشوف الزيتون منين جا. لا والله ولكن والله الا بصح انا ديما تنقول لها ديما كنقول لها حتى انا وديما كنقول لها ما كرهتش نديها لتاونات مشي تشوف تاونات لان احنا فاش كبرنا كنا بحال كاع المغاربه ما كنسافروش فاش كنا صغار للاسف ما كناش كنسافروا بزاف ولكن كنا كل صيف كنمشيو للعروبيه فين كبرنا وتاونات دابا تبدلات بزاف وسيرتو في الربيع كتكون زوينه بزاف. الى جهه حيت كاين الخلال فاعين عيشه ولاد داوود في تازودا هو واحد الدوار قريب العين مديون هو بلاصه اللي معروفه بالزيتون بزاف معروفه بالزيتون والكرموس. وتحيه للناس ديال ديك المناطق الجبليه الجميله جدا تاهم الله يعمرها دار. اميره وهو كنت سولتيني قبل منه كنت نقول لك زاكورانيت حيت باش مشى صور فيها صورها لي بواحد الطريقه زوينه بزاف ولكن من غير الزاكور. شتي الخدمه كيفاش كنعاونوا المدن المغربيه؟ برافو عليك برافو عليك. هي شوف باينه شي مدينه فيها الثلج بعدا البحر ولا البحر هي الباتيناج لان كتعرف دير الباتيناج وكدور وكذا الرشاقه تبارك الله والفن. شنو مدينه بحريه قلتي؟ الحسيمه. حسيمه جميله جدا كذلك. الحسيمه ما عمري ما مشيت ليها ولكن ديما كنسمع ليها فيها بحره. ايوا انتم راه باش تشوفوا الحسيمه يمكن مشيتوا من طريق على فاس تدوزوا على تاونات وتشوفي الزيتون وعاد تكملي تزوروا المغرب كله تقريبا ان شاء الله. ان شاء الله علاش لا. زهير انت تبارك الله مساري وغادي تعاود تمشي للداخله. شريتو انا في دبي صحيح الطياره مزيان. شوف انا مزيان مني ساليتو بي انا بغيت نعطي ميساج لانه انا راضي على نفسي بزاف في الزيارات ديالي للمدن المغربيه لانه انا جاي بزاف المغرب واخا ما شفتوش كامل ما يمكنش تشوفوا كامل دائما احنا كنكتشفوا ولكن الحمد لله انا عندي واحد الرضا زوين عندي واحد الرضا بالنسبه للمغرب زيرو مزيان. هو هنا بغيت نعطي اسم ميساج على مسمى الحمد لله زائر وبغيت نعطي ميساج لاي واحد كيتفرج فينا اليوم كنبغي نقول لانه سهلوا علينا صراحه سهلوا علينا السياحه الداخليه لانه كل واحد كيساهم في السياحه الداخليه سواء طاكسي سواء اوتيل سواء اي حاجه عندها علاقه بالسياحه الداخليه حاولوا ما امكن تزيدوا في ليزيفور ديالكم باش تشجعوا المواطنين المغاربه يشوفوا بلادهم لانه شحال مره كنشوف انا شحال من واحد كيصيفط لي ميساج كيقول لي والله العظيم الا كنمشي برا رخص من انه كنمشي للمغرب شي شي بلاصه في المغرب وهذا الميساج واضح كنقولوا زعما اللي 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 مسؤول في هذه القضيه اعطيو لو ماكسيموم بوسيبل في هذه القضيه باش الناس يشوفوا بلادهم لانها زوينه وزوينه بزاف. شكرا. انا متفقه معك زهير. عندي غير واحد الاضافه بسيطه غادي نقول للناس خرجوا من لي سيركوي كلاسيك كاين بزاف ما يتشاف ما كاينش غير المدن الكبرى ما كاينش غير الفنادق كاين يعني كاين لي زوبيرج كاين لي جيت كاين يعني مناطق زوينه بزاف خصنا غير نعرفوا نمشيو ليها وهذا هو الهدف من البرنامج اننا نكتشفوا جميع المناطق المختلفه والمتنوعه في بلادنا. شكرا لكم بزاف على حضوركم. زهير مازال بغى يزيد شي حويجه. يلا كاين سياحه قرويه وسياحه تضامنيه زيد دابا انا عندي واحد القضيه هو انه كنمشي مشيت للسدود المغربيه كلهم مشيت للسدود عنده علاقه وطيده بالماء. لا والله العظيم سير سير مشيت للسد الوحده والسد اللي كاين فاش كنا غاديين لجهه شيشاوه كان واحد السد تما وسد الوحده لجهه فاس الفوق بحال غادي لتاونات وكنا في سد بين الويدان انا وغيتا وباقي لي واحد جوج سدود غنمشي نشوفهم غير غير هذه القضيه كنت انا وغيتا في ليله تكركوست راه واحد المنظر تبارك الله ما كاين لا اوطيل لا والو جلسنا في وسط الطبيعه وسط الطبيعه رائع هذاك الشيء. شكرا. برافو عليك زهير. شكرا شكرا للضيوف اللي كانوا معنا شكرا لكم بزاف شكرا لك اسامه رمزي سيمو سدراتي زهير زائر شكرا الأميرة مرتضى فاطمة زهراء الكبيري وغيتا الكزولي شكرا لكم بزاف على حضوركم معنا وهنيئا هنيئا للفريقين هنيئا لكم بالتعادل. شكرا للجمهور اللي كان حاضر معنا داخل البلاطو شكرا الفريق نكتشفوا بلادنا وشكرا لكم مشاهدينا على وفائكم واكيد غنتلاقاو بكم في حلقه قادمه من نكتشفوا بلادنا. شكرا لك سامي. شكرا ابتسام. سلامه.